مصيبه خرافات هوايه وكذب هوايه. يعني اكذب طائفه بالعالم هو الشيعة. ما شفت بالعالم كله اكذب من الطائف من الشيعة. الو تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وليد اسماعيل انا من المتابعين لك. نعم. واشكرك على طرحك. ربنا يبارك فيك. ده شرف لي. واني اريد اتسنن. تريد التسنن؟ ايوه. طب شفت الجديد في الآية النهاردة؟ والله شوف هاك البارحة تابعك أول بارحة وتابعت مقاطعك فخزعبلات هاي الشيعة أنا دخلت منها. طيب الله المستعان. بص كل هو تدليس وكذب. يعني عندنا مسألة التسنن أو الدخول في الإسلام الحقيقي، مش هنقول تسنن، الدخول في الإسلام الحقيقي ما عندنا والله أي شيء، والشيء ده ما بيضر أي حد، ما يضر أي حد. أولا الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد اللهم إني أبرأ إليك من الشرك. عايز تقول ورايا ما فيش مشكلة، أشهد أن لا إله إلا الله، أقول وراك أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم إني أبرأ إليك من الشرك، اللهم إني أبرأ إليك من الشرك، اللهم إني أبرأ إليك من كل من قال بتحريف القرآن، اللهم إني أبرأ إليك من كل من قال بتحريف القرآن، اللهم إني أبرأ إليك من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أبرأ إليك من كل من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، مبارك عليك يا أخي، والله كسبت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخسر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. الله أشكركم أكبر. شيخنا. العفو يا غالي الله يكبر. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. ألو تفضل. ألو وليد أنا هسه خابرتك هسه. أيوة استننت. تفضل. أنت مسودن كل عقلك يعني أنا أعرف علي بن أبي طالب علي بن لحيتك الوصفة يا قذر وعلي من أذنت ما تقول لي. طب يعني على شنو أذنت؟ مش يا مدلس يعني الإنهيارات. أنت إن أنت أسمعني يا حيوان. أنت ضحكت يا غبي. يعني أنت يا جنبور. سبحان الله يعني أنت مفكر إن أنت كده ضحكت عليا؟ دخلت مثلت عليا ضحكت عليا؟ ضحكت عليا هشيل الرقم تاني وخلاص على كده والناس كلها هتسمع الشريط الفيديو ده وهيقولوا اتفضلوا ادي الشيعة يعني حتى في الهدايه كمان بيكذبوا سبحان الله شلنا الرقم عادي يعني كنت 38 بقينا 37 تاني ايه المشكله يعني سبحان الله
تاني الله المستعان. قلنا حاجة غلط، كبرنا تكبيرات الإسلام، قلنا لك نعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عملنا شيء يعني مخالف، سبحانك يا ربي، خلاص شلنا الرقم تاني. بسيطة يعني، أنت كده بتفكر إن أنت ضحكت علينا يعني؟ أنت يا ابني ضحكت على نفسك والله، يعني أنت ضحكت على نفسك، فكر إن أنت ضحكت علينا، أنت ضحكت على نفسك يا ابني. بس آدي الشيعة وهم ياخدنا يعني، سبحان الله. النبي طالب وجهك يا عم وانت حناوه يعني، انت لما دخلت قلنا لك اللهم نبرأ من علي بن ابي طالب يعني، سبحان الله. وادي يا سيدي اتفضل، وادي حظر يا سيدي كمان عشان ما تدخلش معايا تاني يعني. عقول سفهاء والله العظيم، الواحد بيتكلم ناس يعني سفهاء سفهاء والله، يعني داخل يمثل ان هو اهتدى، طب وبعدين؟ اهلا وسهلا اهو، هو حر، هو حر يعني. بعدين احنا ما جبنا حاجه جديده، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اللهم انا نبرا اليك من الشرك، اللهم انا نبرا اليك من الشرك، اللهم انا نبرا اليك من كل من قال بتحريف القران، اللهم انا نبرا اليك من سب الصحابه. ايه يعني؟ ما قلنا لك العن فلان ولا العن فلان ولا العن فلان ولا تبرا من فلان ولا تبرا من فلان ولا تبرا من فلان ولا تبرا من فلان. ربنا يهديكم، ربنا يهديك. عقول صغيرة، عقول صغيرة. يلا الله المستعان. يعني أكذب طائفة بالعالم هو الشيعة، ما شفت بالعالم كله أكذب من الطائفة من الشيعة.